دي ما شاء الله واضح ان بقى في خطوات يعني ثمار ايجابيه لمجهودك على مدار سنوات، بدات النهارده بتشوفيه بعينيكي وجهات رسميه بتكلمك عشان خاطر توسع الموضوع وتكبره وتنشره. انا بس عايزه ارجع بيكي ورا شويه عشان الناس تعرف ان ما يحبطوش وما يتصدموش وما ييأسوش. البدايه عندك كانت مختلفه، يعني انت كنا بنتكلم اثناء الفاصل حضرتك كنت عامله في مره جيتي نظفتي مكان في منطقه المعادي اعتقد ورصفتيه ببلاطات معينه وحط هو زي ما بقول لحضرتك انا مش في المعادي بروبر عشان الواحد يبقى كلامه دقيق والنهارده بيحصل ايه. يعني انا على اول كورنيش قبل المعادي على طول، وكانت حته من الناس اتعودت بترمي فيها زباله وكان فيها كابلات كهرباء بتعمل شرابات وبتاع، فجبت ناس وبلطوه بالانترلوكينج وحطوا البوردر عليه وحطيت عليه ساينز ان الله جميل يحب الجمال النظافه من الايمان وكم حاجه كده عشان ايه الناس تتكسف انها ترمي الزباله. حصل ايه بقى؟ شالوا الساينز اليوفط اللي محطوطه عشان يعرفوا يرموا الزباله بضمير مفتاح ورجعوا يرموا الزباله تاني. فشوفي حياء برضه، بصي في حياء في ناخد الجانب الايجابي برضه. بصي حضرتك زي ما بتقولي لو الواحد عايز يحبط انا ممكن اقعد معاكي 5 ساعات واحبطك احباط كامل من كتر الحاجات اللي الواحد حاولها وفشل. لو عايزه امل انا برضه ممكن اديكي الامل أرجوكي. ان اللي انا اتعلمته في مصر ان النفس الطويل اساسي، ما ينفعش الفرقعات اللي بنعملها. الواحد لازم يتوقع ان اي تغيير هيحصل في البلد دي من المجهودات الفرديه، انا ما بتكلمش على مجهودات الدوله، هياخد وقته لان صحيح. الناس ما بتتغيرش بسهوله. صحيح. بس يعني انا اول ما رجعت كان حواليا الشباب اللي بيشتغلوا عندنا في البرج كانوا دايما يهزروا معايا ويضحكوا معايا يقولوا لي بلاش شغل الخواجات ده يا دكتور، انت ما انتيش عايشه في كندا، خلاص تقبلي بقى وتعلمي. دلوقتي هم اللي بيجوا يشتكوا من حد تاني بيرمي. تقبلوا هم وتعلموا هم وتطوروا هم. وهم اللي يعني انا كنت في الاول اخد واحد منهم اقول له احنا مش اتفقنا انك هتنظف، يقول لي ما هو نظيف اهو. اقول له ازاي انت مش شايف الحاجات دي؟ ايه معاييره في النظافه؟ ما هي دي قصه ثانيه. هو بيجي يقول لي تصوري حضرتك ان هم عملوا كذا، يعني هم اتغيروا. اللي الواحد بيشوف يعني انا ما بدات اعمل الحاجات البسيطه دي اللي هي البلاستيك اللي بحطهم حوالين البرج عندنا، جاري اول ما عرف راح مطلع لي كومه قال لي مدام بقى بتشتغلي في الزباله خدي ادي الازايز اهي كلها، طلع لي 50 ازازه بلاستيك من اللي هم بيترموا علشان اعملهم جالونات الميه. جالونات الميه اللي هم بيترموا مش اللي بيعاد استخدامه. أيوة يعني ده الواحد بيقطعه وخومين من هنا وبتعلقيه في الشجر. فالناس لما بتشوف الكويس بس لازم استمراريه شويه بيخشوا معاكي وبيساعدوا. احنا مش بنقول تغيير مفاهيم، احنا بنقول تعديل بعض المفاهيم. ولازم صبر ولازم استمراريه لانك بتعملي الحاجه العالم كله بيهجم عشان يحبطك.